التليفون بالموسيقار أحمد أبو زهر. مساء الخير يا فندم. النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ومنورين مصر كلكم. أخليك مصر كلها عن الفرح العظيم الجميل اللي احنا فتحنا منه جزء صغير، لسه جزء جدا كمان، وهو قاعة الموسيقى في مدينة الفنون والصحافة بالعاصمة الإدارية امبارح، وكان الافتتاح الحقيقة الحمد لله العالم كله اتفرج عليه. كان كيف يعني؟ بس بطلب من حضرتك بس نستقر في مكان عشان نسمعك كويس. بس تمام، انا بس عشان واقف في مدخل الاوبرا عشان الحفله النهارده هتبدا. حفله ايه اللي هتبدا النهارده؟ هي حفله في الحفله الثانيه. الحفله الثانيه؟ ايوه، لنفس الاوركسترا. نفس الاوركسترا بس ببرنامج ثاني، ودي حفله مباعه للجمهور. امبارح كانت حفله مغلقه للدعوات. ايوه، حفلة مباعة للجمهور، وطبعا حفلة اتباعت لحد اخر كرسي. كنت لسه هسأل حضرتك، طب اخبار بيع التذاكر ايه؟ لا لا لا، ما انا قلت، ما انا سبقت بالرد. تعرف ان الخبر ده هيسعدني. تعرف ان الخبر ده هيسعدني. اتكلمت انا والموسيقار احمد ابو زهره على التليفون الحقيقه من قيمه حوالي اسبوع، مش كده يا فندم؟ كنت بسأل على حضرتك ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل، والتصدير اللي هيحصل ده لمصر هيكون ازاي، ومردوده على مصر كمان وعن الموسيقى المصريه والثقافه المصريه هيكون ايه. اولا قل لي، اقنعتوا اوركسترا فيينا ازاي؟ هو الحقيقه الموضوع جه بالصدفه، لان كانوا هم عندهم جوله فنيه مخطط لها من سنه 2017 بتضم اليابان وكوريا الجنوبيه والصين. ايوه، وممضي العقود بتاعتها وكل حاجه مترتبه والبرنامج بتاعها وكل شيء جاهز وما عندهمش اي مشاكل. ايوه، وبعدين طبعا احنا لما حصل دخلت الكورونا طبعا تم التغييرات والغاءات كثيره في جداول كل فنانين العالم الحقيقه. ولكن مع في 2021 بدات بعض الامور ترجع تاني لطبيعتها، ولكن بعض الامور برضه فضلت فيها مشاكل زي منطقه الصين. والصين عندها قواعد صارمه جدا وبتمنع اي حد يدخل الا باما يعني يعمل قرنطين ويكون مطعم بالتطعيم الصيني وحاجات كده. فالاوركسترا طبعا ما عندوش وقت للكلام ده. والجوله بتاعتهم كانت بتبدا في اليابان وبعدين كوريا الجنوبيه وبعدين الصين. فلما الصين اخر جوله كانوا حوالي 5 ايام، الكلام ده من حوالي 4 5 شهور، حصل ان هم انا يعني حصل بعض الاتصالات بيننا وبينهم، وقدرنا الحمد لله ان احنا نقنعهم، لان هي المساله كمان مش مساله الوقت او الاتفاق معاهم اللي بيتم قبلها بسنوات، ولكن كمان هم ليهم متطلبات معينه. يعني قولي بقى حضرتك، اوركسترا زي دي بيتم الحجز ليها للحضور او للذهاب في اي دوله قبلها بسنين؟ بالظبط 4 سنوات على الاقل. يعني قبلها ب4 سنوات. عشان كده كان ان احنا ندعوها ده كان هيبقى صعب قوي. لان سيستم هنا عندنا مختلف تماما عن الناس. فما كنا اللي قدرنا ان احنا نعمله ان احنا لما حصل الجاب بتاع الصين بالنسبه لهم، قدرنا ان احنا نقول لهم طب تيجوا على مصر. طيب عشان تيجي على مصر انت ايه الاماكن اللي عندك تقدر تلعب فيها؟ فلما عرضنا عليهم قاعه الفنون، قاعه الموسيقى سوري، اللي عندنا هنا، وان هي هتبقى مناسبه انها تكون خلصت وانتهت ونقدر نفتتحها بيهم. هم هنا بعد ما شافوا وقروا عن امكانيات القاعه وصورها وكل الكلام ده توافق. والحقيقه دي الاسباب عديده جدا جدا، لان الاوركسترا بتتطلب نوعيه معينه من الصوت، بيتطلب للقاعه يعني لازم القاعه تكون صوتيا مناسبه. زائد طبعا بقى انها يعني الحمد لله مصممه هنا على امكانيات واجهزه وتقنيات على اعلى مستوى. والحمد لله ان هم وافقوا، وفعلا وصلنا معاهم باتفاق دعوتهم ومشينا كل الاجراءات. و كمان بعد ما قاموا وشافوا المكان يا فندم قالوا انا مش عايز اقول لحضرتك ان عندهم انبهار اللي بيحصل في مصر. الله، عندهم انبهار غير طبيعي. والدرجه في على فكره قصه لطيفه جدا مرتبطه بمدير الاوركسترا، احد العوامل اللي برضه سببت
ان هم يجوا على مصر. لان سنة 1950 لما كان الاوركسترا اخر مره جه هنا ولعب في الاوبرا السويسريه الكونسرت ماستر اللي هو يعني العازف رائد الاوركسترا بنقول عليه او العازف الاول في الاوركسترا كان هو استاذ مدير الاوركسترا الحالي. الاستاذ ده حكى عن قصه لما جت اوركسترا فيينا على مصر سنه 1950 والراجل ده كان نازل بيتمشى في الشارع ولقى فرح في الشارع. دخل الفرح خرج الفرح على واحد مصرية اتجوزها ورجعوا على النت مع بعض. فالاستاذ مصر لا التليفون بيقطع التليفون بيقطع استاذ احمد التليفون بيقطع ايوه التليفون بيقطع ايوه كده تمام اخر جمله سمعتها وهو بيتمشى لقى فرح بالظبط داخل حضرتك يتعرف على حبتها الاصليه واتجوزها وخدها على النمسا الله اتجوز من الفرح دي طريقه جواز مصريه شهيره طب تمام ده هو كده تمام يعني هو كده تمام وجود فرقه واوركسترا كبيره عالميه ما بتروحش تلعب في اي مكان غير بشروط وقبلها بسنوات طويله يتم الحجز هل ده من وجهه نظر حضرتك يبقى دعايه لمصر بشكل مختلف بالشكل الجديد اللي مصر فيه بالتطور الجديد بالثقافه أكيد. الجديده اللي مصر داخله عليها وكمان ده يخلي اوركسترات تانية على مستوى العالم عالميه مزبوط. ايضا ولها وضع ولها شانها ان هي تيجي مصر صح كلام حضرتك جدا وانا هي مش ثقافه جديده انا بقول عليها هي استعاده مكانه مصر الثقافيه تمام مؤكد ان مصر دلوقتي لا الوقوف الوقوف بره القاعة مش في مصلحتي خالص في التليفون ايوه كده تمام تمام انا كنت بقول لحضرتك مؤكد ان اللي بيحصل دلوقتي في مصر من انجازات ونمو وتطور ويعني من تشييد وبناء وحركه كبيره جدا في جميع المجالات ده بينعكس على صوره مصر في المجالات الثقافيه مجالات السياحه كله مرتبط ببعض ومؤكد ان مكانة مصر الثقافيه استعادتها سيسبب نمو اقتصادي ونمو سياحي وعائدات جديده لمصر فده مؤكد وجود اوركسترا وزياره اوركسترا وردود الافعال يعني ابسط مثلا حضرتك ان الاوركسترا نفسه عازفين الاوركسترا نفسه لما اعلموا بانهم رايحين على مصر بدل ما يروحوا معظم اسره افراد اسره العازفين في الاوركسترا طلبوا انهم يصحوا العازفين ويروحوا يعني هم جايين باسرهم الحقيقه الاوركسترا رفض بسبب الكورونا ولكن انا بدي حضرتك مثل عن ان موضوع قد ايه دعايه سياحيه بس لما يرجعوا النمسا حضرتك كل واحد فيهم له كلمه كل واحد فيهم مسموع لما يقول عن خبرته اللي شافها في مصر والقاعة اللي لعبوا فيها الأوبرا الجديدة عاصمة الإدارية الجديدة كل الإمكانيات اللي موجودة دلوقتي ويتكلموا عنها ده تشجيع لحاجات كتيرة جدا 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 صحيح صحيح قاعة الموسيقى والثقافة تم افتتاح هذا الجزء من المشروع كله كدار هل امبارح كان الافتتاح والنهارده العرض للجمهور هل في برنامج بعد كده هيبقى واضح للناس من قبلها بفتره ان شاء الله احنا شغالين على التحضير للبرنامج ولكن زي ما قلت لحضرتك هي كانت بالنسبه لنا في فرصه ذهبيه الاربع خمس ايام دي في نوفمبر ان احنا نستضيفهم فيها ولكن البرنامج هيعلن ان شاء الله اللي هيتم بقى في اجبر للعروض لقاعه الموسيقى ولكن احنا برضو منتظرين لان احنا لسه لم تفتتح المدينه الثقافه رسميا كلها والبرنامج ده هيتم تطبيقه من بعد افتتاح دار الاوبرا اللي هي في قلب مدينه الفنون اللي في قلب العاصمه الاداريه الجديده ايوه بشكرك فندم بتمنى لك التوفيق و